خدنا اول بطوله 97 98 كانت بطولة العالم في دبي، ودي كانت أول بطولة عالم للسيدات، والحمد لله برضو حصلت فيها على الميدالية الذهبية وكسرت الرقم العالمي 4 مرات. مين اللي انت جيتي عليه كان بطل عالم بيكسب ساعتها او بطلة عالم؟ ما كانش فيه بنات، لان طبعا انا زي كانت ما لسه قلت جديدة. لحضرتك كانت هي كابتن فاتن حجازي، كانت هي لعبت بطوله واحده في ستوكمان ديفيلت اعتقد، ولكن انا جيت على جيل كبير جدا من الولاد، نعم منهم كابتن احمد جمعه الله يرحمه، اسطوره رفع الاثقال، الله يرحمه. ده يعني توفاه الله وهو كان عامل 5 ميداليات، ما شاء الله. 3 ذهب و2 فضه، وكان فيه طبعا كابتن مصطفى دلون، كابتن عبد المنعم صلاح، كابتن شيف الحسيني، دول يعني انا مش عايزه انسى حد، بس طبعا انا دخلت عليهم هم كانوا عمالقه اللعبه. طيب طبعا وسام مش هقدر انسى الاسطوره سعيد عبد الحافظ، ده هو طبعا اول راجل طبعا مصري لعب رفع اثقال في مصر. طبعا طبعا كلنا عارفينه. طيب وصلنا لاول اولمبياد ليكي 2000، فاكره ايه ملابساتها؟ ايه اللي حصل؟ رحت ازاي؟ هل كان ساعتها في ذلك الوقت كانوا متوقعين لك ميداليه ذهب ولا لا؟ انت يعني عايز كلميني. فوق البرنامج برنامج. ايوه انا عايز امشي واحده واحده، مش هنعدي 6 ميداليات دول هناخد حقنا فيهم كويس قوي في الكلام. سيدني كان ليها برضو ظروف خاصة. سيدني كان بقى الحلم الكبير، انا ثبتت لاسرتي والشارع ومصر والجيران كلها والمصر، بس عايز اثبت للعالم. عايز اثبت بقى للعالم، دي اول دورة اولمبية، يعني انا كده هوصل بقى مفهومي للعالم كله. وحلمك اللي انت ابتديتي عشانه بالظبط ان انا اوصل صوره ان اصحاب الهمم او اصحاب الاعقاد بني ادم طبيعي، بالعكس ده ممكن يمثل بلده احسن من الاسوياء. انا نسيت طبعا كابتن عماد بهجت، طبعا كابتن عماد من مؤسسين رفع اثقال، وانا افتكرته عشان هو قال لي كلمه واحنا في طابور العرض بتاع سيدني سيدني، قال وقال لك ايه؟ لي اللي ما مشيش في طابور عرض ما حضرش اولمبياد. صح، شرف كبير جدا ليك. فقبل سيدني ب6 شهور بالظبط، طبعا انا كنت بتمرن تمرين من النار عايزه اوصل لحلمي. قبل سيدني حصل لي حادث كبير، حادث سير، يا ساتر يا رب. ورجلي يعني الفخذ اتقطم يا خبر وحطيت ابيض. شريحة ومسامير، وقالوا ما استحالة هتقوم قبل 6 شهور. حادث سير تاني حصل لك ده وفي نفس الرجل قبل سيدني ست بست شهور أو شهور 7 شهور بالكتير يعني. ايه يا جماعة ده؟ ايه يا جماعة ده؟ طبعا أنا عايزة أقول لك على حاجة وما قلتلهاش لحد قبل كده، يعني أنا بنزل من فوق، أنا طرت حوالي 15 متر لا وأنا إله إلا الله. بنزل من فوق. هتضحك عليا لو قلت لا لك تفكيري كله ان انا يعني انا خلاص حسيت ان انا صاحيه، انا ما متش، ولكن وانا نازله بفكر ان انا مليلي. ازاي ما اقعش على ايدي عشان ايدي ما يحصل لهاش حاجه عشان اعرف العب البطوله. يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا جماعه، شوفي حلمك عايش معاكي حتى في أسوأ اللحظات تمر بيها، والله انا مش ما عايزه قلتش تقع على الموضوع ايدك، ده بتعديلي لحد جسمك قبل مش كده. مشكله، ويمكن ده ضعف الاصابه ان انت ممكن تكوني نزلت على رجلك، لو كنت نزلت على ايدك كنت ممكن تسندي شويه، بالظبط، فكان ممكن يبقى اصابه في الايد بس مش تهتك في ويمكن الفخذ. اول ما نزلت قعدت اعمل كده لحد ما لا لقيت حول ايديا ولا كويسه، قوه الا فبدات بالله. اطمن بدور على رجلي بقى مش لقيتها مهم. مش موجوده. لا حول ولا قوه الا فطبعا بالله. الدكاتره قالوا ان استحاله ان هي تتحرك قبل 6 شهور لان العمليه كبيره، وكانوا واخدين كمان عظمه من عظمه الحوض. يا خبر فانا ابيض. بلعب طبعا بنص اللي فوق وطبعا بترس بنص اللي تحت، طبعا فكان لازم يكون عامل مساعد معايا. بدات احس ان الحلم اتسرب ما بين ايديا. يا نهار ابيض. بعد 15 يوم جالي دكتور علي السعدني، وهو طبعا راجل ليه فضل عليا كبير، وقال لي انت هتروحي المعسكر، هبعت لك عربيه وهتروحي المعسكر. قلت له يا دكتور ده انا ما بقومش من السرير، اروح ازاي؟ قال لي عندك حلم وانا حلمي معاكي وهنحققه احنا الاثنين، عارف ان ارادتك قويه وعارف ان انت هتقدري وعارف ان انت نفسك في الميداليه. دي تتعمل فيلم. انا عايز اقول لك، انا بقول يا جماعه لصناع السينما على الهوا، انا بقول لصناع السينما على الهوا يا جماعه، حياه فاطمه عمر لازم تتعمل فيلم.